في شغلة تانية كمان في الواجب، برضو سألوني الشباب إنه يا أستاذ السمارت آرت الموجودة في الواجب هذه كيف أضيفها. هل جيت برجع بحكي لكم اللي حكيناه في المايكروسوفت وورد واللي كان موجود في القوائم في المايكروسوفت وورد اللي هنا، واللي حكيناه والمطالبين فيه أنتم في المايكروسوفت وورد هو نفسه موجود في المايكروسوفت باوربوينت، يعني ما فيش اختلاف. فلما أجي أنا أقول سمارت آرت في المايكروسوفت وورد برضه في عندك في القائمة انسيرت اللي هنا، الجهاز علق بالثواني. في المايكروسوفت وورد عندك في قائمة انسيرت من هنا لو دعست عليها بلاقي حاجة اسمها عندي سمارت ارت. لو دعست على سمارت ارت هقيت لما تشوفوا انتوا اللي حيطلع راح تتذكروا اللي انا حكيت فيه في المايكروسوفت وورد. ذاكرين هدول لما دعست هذه تبعت الخلايا ودعستنا اوكي طلع عندي الشكل هذا، ولما كنت حملت لكم عملت لكم اياه 3 دي اذا بتتذكروا. تمام، فهي السمارت ارت انا كيف ممكن اضيف سمارت ارت. حلو، وبتغير التكست من هان طبعا، يعني لو دعست دعسة كتبت هنا بغير التكست اللي انت عامله. حلو، هذا السمارت ارت لو انت بدك تضيفه.